هؤلاء لا يتحاشى الواحد منهم من مؤمن، هؤلاء يضربون البر والفاجر، هؤلاء يصيبون المؤمن والكافر، هؤلاء لا هم لهم إلا أن يلغوا في الدماء الزكية الطاهرة. هؤلاء كالوحوش، بل إن الوحوش أكرم من هؤلاء، فإن الوحش لا يقتل إلا ليأكل، فقتله لافتراسه، فأكله ليسد جوعته، فإذا شبع لا يعتدي. وأما هؤلاء فقانونهم ليس بقانون الغاب، فقانون الغاب له نظام، وهؤلاء لا نظام لهم. هؤلاء يقولون نقتل بحق، ما الحق؟ يقولون كفار مرتدون، ما الحجة؟ لا شيء، هو هكذا كفار مرتدون. كان الواحد من هؤلاء قديما في فتنة السبعينيات وبداية الثمانينيات إذا لم يعجبه قولك قال تسكت وإلا كفرتك، اسكت وإلا كفرتك، فهذا مبذول، هذا بلا ثمن، هذا رخيص. التكفير باب التفجير، التكفير باب القتل، باب التدمير. إنهم يكفرون أولا فيستحلون الدماء ثانية، بل يستحلون الأعراض والأموال، بل يشيعون الخراب والفوضى في الديار. عاملهم الله تعالى بعدله.